السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم شهوات كنزة أوتا. مازلنا مع وصفات الروز الشهية جدا واللذيذة. الوصفة ديال اليوم مارو بالحوت كما يسميه العديد من الدول الأفريقية. بقاو معايا نعطيكم الطريقة على مراحل. بالنسبة للشرمولة اللي غنشرملو بها الحوت، عندي هنا راس ديال الثومة، جوج معالق كبار ديال السودانية يابسة، شوية الربيع، وربعة ديال البواريات والملحة. غنخلطوا هاد العناصر وغادي نطحنوها في الطحانه اولا ندقوهم في المهرز. بالنسبه للمقادير اللي غنعطيكم ديال 8 كيلو ديال الرز، عندي هنا 8 ديال الحكاك طماطيشه مويان على هذا الشكل، يعني كل حك طماطيشه في كيلو الرز. عندي 5 ديال الحوتات، الحوت الابيض مقطع ومصوب على هذا الشكل. عندي 2 كيلو طماطيشه محكوكه. عندي 2 كيلو ديال السردين منقي ومطحون على شكل كفته. كيلو لاروب ديال البصله مشلضه على هذا الشكل، ربعة ديال البصله محكوكه، الشرموله اللي صاوبت معكم. وعندي هنايا نص كيلو ديال الفلفله ما بين الحمراء والخضراء مطحونه. وعندي الخل، بالنسبه للخل ربع كاس في كل كيلو الرز، يعني هنايا عندي 7 في الزلافه وهذاك مال 8 بالنسبه ل 8 كيلو. كركوبه ديال الثومه. وعندي الملحه. بالنسبه للاعشاب، عندي هنا اوراق الرند، اوراق سيدنا موسى، كميه منه بالنسبه بما اني دايره 8 كيلو ديال الرز. عندي تمر هندي، واحد كميه منه حتى هويا راه كيتباع عند العطاره، موجود الحمد لله وموجود حتى عند الافارقه. وعندي انبسام، انبسام كيدار في الرز، طعم عنده طعم خاص مع الرز، كيعطي واحد البنه للرز، راه كاين موجود عند الافارقه وكاين حتى عند العطاره. وعندي هنا 8 ديال المرسويات ديال الجومبو، انا راه احتفظت بلومبالاج باش نوريه لكم، راه موجود عند الافارقه كيتباع عندهم، موجود كاين. وحتى اللي ما لقاتوش ممكن تعودوا بكنور ديال الحوت. ندوزو دابا للطريقه. في البدايه غندير واحد شويه ديال الشرموله على السردين وشويه الملحه، غنخلطوه ونكوروه. بالنسبه للحوت الكبير رانا مغسول ومقطع على هذا الشكل، في البدايه غنديروا له شويه ديال الملحه من الفوق، غنديروا له مليحه من الفوق، ندهنوه بمليحه باش كتعطيه واحد البنه، كيجي بنين. ومن بعد كنثقبوه في ديك الهبره ديالو وتندخلو تما ديك العطريه اللي درنا. بالنسبه للعطريه راه ما غنستخدموهاش كلها، الشرموله راه غنديروا غير القياس في الحوت، واللي بقى لنا كنخبيوه في الكونجيلاتور، ملي تنحتاجو عاود نديرو نفس الوصفه كنجبدوه ونستعملوه. كنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل كله، ومن بعد ندوزو باش نقليو. هنا عندي 2 يترو ديال الزيت، يعني 4 يترو في كل كيلو ديال الرز. نخليوها تسخن مزيان وتنقليو الحوت على هذا الشكل حتى يتحمر من جوج جهات على هذا الشكل بحال هكايا. نكمل الكميه حتى نسالي الحوت الكبير، ومن بعد ندوزو باش نقليو السردين حتى هو من بعد ما كورناه. من بعد ما سالينا الحوت الكبير، خلينا الزيت تاعو عاودت سخنات مره اخرى، ودابا كنحطو الكويرات ديال السردين باش كيتقلاو كيتحمروا على جوج جهات. نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الوصفه اللي عندنا. بالنسبه للخضره المرافقه لهذا الطبق، عندنا هنا البطاطا حلوه 2 كيلو نقيناها على هذا الشكل وقطعناها. عندي الملفوف او الكروم كلها واش كيقولوا على هذا الشكل، واحد 3 ديال الكرات حتى 4 الكرات، المهم ديك 3 كيلو. وعندي كيلو ديال خيزو وكيلو ديال اللفت مقطعين على هذا الشكل. وعندي هنا 2 كيلو ديال قرعه حمراء مقطعه على هذا الشكل، وواحد الكيلو ونص ديال الدنجال مقطع على انصاف. ودابا غندوزو لاصوص. هنا رانا ضفت واحد المعلقه العطريه ديال الحوت على مطيشه، ضفت الفلفله، الخل، الثومه بعد ما قطعتها على هذا الشكل، البصله محكوكه،
نضيفوا شويه الملح، الملح بحسب الذوق. من بعد كندوقوا ونشوفوا القياس الملح. نضيفوا دوك الحكاك ديال مطيشه بثمانيه بهم، ونخلط، وفي الاخير غنضيف الاعشاب اللي هما انبسام. غنضيف الكميه ديالو كلها، ونتبع ليها التمر الهندي. غنضيف غير نصف الكميه ديالو. الاعشاب هنا رانا غسلهم، ديك الحموره راه ديال انبسام، هو اللي طالق داك اللون احمر. وبالنسبه لاوراق الرند غادي نديرهم كلهم، اما الكميه الثانيه ديال التمر الهندي غنحتفظوا بها حتى نحطوها في الاناء اللي غنديروا فيه الخضره، اللي غنصفيو فيه الخضره من بعد ما تطيب، باش كيعطيها واحد المذاق زوين. غنخلط هذه الكميه، بما ان الاناء ما تسعش ليا غنضطر نبدل الاناء باناء اخر اكبر. هنا رانا بدلت الاناء، وغنضيف البصله اللي بقات ليا ان شاء الله. غنخلط المكونات. الزيت راها باقا على نار من بعد ما قلينا فيها الحوت. دابا غادي نديو لاصوص باش نديروه في الزيت باش يتشحر مزيان. غنفرغوا لاصوص ديالنا على الزيت، ونخلطوا مزيان، نحركوا مزيان لاصوص ديالنا في الزيت، ونخليوه كيتشحر مره مره. نحركوه هو كيتشحر حتى تولي ديك الزيت حمر على هذا الشكل. ودابا غنبداو نضيفوا في الخضره ديالنا. غنبداو بخيزو هو الاول، نضيفوا اللفت، نضيفوا الكرومب او الملفوف، نديروا البطاطا الحلوه، نوزعوها على السطح ديال الطاوه. وغادي نضيفوا الدنجال على ريحه طالعه بنينه، شهيه شهيه البنات، واحد الدرجه ما تصوروش. بكل صراحه هاد الوصفه شهيه البنات، والله العظيم شهيه بزاف، عاد لذيذه لذيذه لواحد الدرجه ما تصوروش. غنضيفوا القرعه الحمراء، وهاد القرعه راه هما غير صغيورين، تيقولوا لها القرع العسلي، راه ولات موجوده عندنا في الاسواق، حلوه هي حلوه. غنضيف دابا الملوخيه، ما ذكرتهاش لكم من قبل لاني الله جبتها مباشره من الكونجيلاتور، شللتها وغادي نحطها فوق الخضره هي والفلفله حاره. بالنسبه للرز راه مغسول على تساع ومسقطر من الماء ومديور في الكسكاس. هذه هي الفلفله اللي قلت لكم البنات غزاله، هذه الفلفله عرفتوا راه حاره عشرات المرات على الفلفله اللي عندنا هنايا. وهاد الفلفله دابا راه ولات عندنا حتى في الاسواق ديالنا، وكاينه حتى عند الافارقه. غنمرقوا الطاوه دابا بالماء غليان، وبما ان صراحه بانت لي الطاوه ما غتسعش ليا الحوت، ما غتسعش ليا الطاوه الحوت، غنضطر نقسم الخليط على جوج طاوات. هنا رانا نقصت الكميه، درتها في طاوه اخرى باش نلقى فين نستف الحوت. غنبدا بالريوست الحوت والعناق ديالهم غير باش يبننوا لنا المرقه، واخا صراحه المرقه راه بنينه كافي، بنينه اكثر ما يكون، غير باش تبنن. ومن بعد غادي نحيدوهم وغادي نزولوهم كما تنقولوا. انا درت لكم الطريقه ديال الوصفه كما تيقولوها افريقيا ابا عن جد، ما بغيتش نغير فيها شي حاجه، وانتم عندكم كل الحريه.
غنحطو دابا داك الحوت ديالنا اللي قلينا من قبل، والسر باش كيقليو هما الحوت في الاول باش ملي تيحطوه يطيب مع الخضره سبحان الله ما كيتفرتتش، تيبقى جامع راسو، تيبقى شاد راسو واخا تيطيب مده ديال نصف ساعه. غنحطو دوك الكويرات ديال السردين حتى همايا، وغادي نحطو الكسكاس ديال الرز. غنخليو الرز يفور واحد نصف ساعه، غنحسبو له نصف ساعه ملي يطلع الفوره، عاد نحسبو له نصف ساعه، نغطيه بالسلوفان باش يتسمت باش دغيا باش يساعدو على طلع الفوره دغيا. وها هو من بعد ما دازت نصف ساعه على هذا الشكل، الطاوة حتى هي الحمد لله المرقة داكشي اللي بغيناه هو هذاك اللي كاين، المرقة القياس ديالها، والحوت راه كمل طيابو. بالنسبة للخضرة حتى هي طابت، دابا غندوزو نستفو الخضرة، ندوزو نحيدوها نصفيوها. غنحيدو الحوت هو الاول، غنحطوه في واحد الاناء راه دايرين فيه داك التمر الهندي، غنحطو الحوت في الجنب، ومن بعد غنحطو الخضرة على داك التمر الهندي كي قلت باش ياخد باش الخضرة تاخد البنة ديال داك التمر الهندي. ومن بعد ملي تنبغيو نستفوها في طبق التقديم كنهزو غير الخضرة، والتمر الهندي راه كيبقى محطوط في القاع ديال الإناء. وبالنسبة للصوص من بعد ما كنحيدو الخضرة كنصفيوه الصفاية، كنحيدو جميع الأعشاب اللي درنا من قبل كلها، ما تتبقى فيها حتى حاجة، كتبقى لاصوص صافية. هذا الجامبو رانا فرتتو دوك 8 ديال المرسويات الجامبو، فرتتهم غير بيديا، وغنضيفهم دابا على لاصوص اللي بقى لنا او المرق اللي بقى المرق اللي بقى لينا. انتما كيشتو لاصوص صافي ما فيه حتى حاجه، وصفه زوينه زوينه البنات والله العظيم الا غزاله. وغنبداو نضيفو داك الرز، غنضيفو الكميه على حساب لاصوص هنا، والكميه الثانيه نخليوها للطاوة الاخرى اللي فيها حتى هي المرق. كنعتذر لكم على هذه الاصوات، العائله مجموعه تبارك الله، اليوم الحد كنتجمعوا في الدار ديال الوالدين الله يرحمهم، وكنضحكوا ونبسطوا بيناتنا، الله يخلينا ديما مجموعين وديما ملمومين. كيكون عندنا نهار الحد عيد، بكل صراحه كل حد كيكون عندنا عيد، الله يخلينا لبعضياتنا، والله يخلينا ديما ضاحكين، ويخلي جميع العائلات والاسر ضاحكين ومنضمين ان شاء الله يا ربي. صافي كنخلطوا الرز على هذا الشكل، كنحاولوا نحركوه باش دوك الحبات كلهم يتبدلوا بلاصوص، ما تبقاش شي حبه بيضاء. من بعد كناخذوا البلاستيك الغذائي وكنغطيو به الطاوه، كنزمتوها كما تنقولوا باش داك البخار اللي غيطلع غادي يبقى محبوس غير في وسط الطاوه باش دغيا الرز يطيب. وبالنسبه للعافيه راه دايرينها ناقصه بزاف، عاد غير شميعه كي كنقولوا في المثل، العافيه على شميعه يعني على نار مهيله بزاف عاد. غنغطيو عليه ونخليوه واحد 10 دقائق، ما بين 10 حتى لديك ربع ساعه. من بعد غنزولو داك البلاستيك الغذائي، انا هنا درت البلاستيك الغذائي حيت ما تصابش عندي داك البلاستيك ديال درهم اللي كيتباع اللي كنديروه على الطاولات في الافراح، هذاك عملي صراحه، هذاك هو اللي مولفه كنستعمل. صافي كي قلت نغطيوها واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، ومن بعد نعريوها ونحركوها على هاد الطريقه. الرز اللي في الاسفل كنردوه هو اللي في الاعلى كما كتشوفوا على هاد الطريقه كما موضح لكم الفيديو. راه تيبقى مفروز هاد الرز، وكنسبق لي درت لكم به واحد الوصفه،
هو راه موجود عند الافارقه وموجود حتى في الاسواق، داير الحبات ديالو على شكل بحال البلبوله الغليظه على داك الشكل داير، وكيبقى مفروز كيف قلت، وفيه واحد المذاق غزال صراحه، واحد المذاق بنين. صافي تنعاودو نغطيو عاود الطاوة مره ثانيه ونخليوها واحد 10 دقائق، ما بين 10 دقائق حتى لربع ساعه، ونتلاقاو باش نشوفوها في الطبق التقديم النهائي. في الوقت اللي الرز كيطيب في المراحل الاخيره ديالو، بغيت نعرفكم على واحد المشروب كيتقدم مع هذه الاكله، الاسم ديالو انبسام، بالنسبه للاخوان الافارقه كيعيطوا له انبسام، راه موجود عندنا هنا في الاسواق ولا كيتباع مؤخرا، وحنا معروف عندنا بالاسم الكركديه اللي هو على هذا الشكل هذا، الا شفتوه راه تعرفوني علاش كنهضر بالضبط. مشروب منعش صراحه وصحي. الطريقه ديالو كنغسلوه، نقيوه في الاول من دوك العويدات، من بعد كنغسلوه مزيان من الرمله او التراب، كنصفيوه وكنديروه في واحد الاناء ونخويو عليه الماء بارد ونخليوه يبات ليله كامله باش يطلق، حتى تيولي على هذا الشكل، تيطلق اللون ديالو تيولي على هذا الشكل. واللي بغى يشربو طبيعي هكايا راه مزيان، اللي بغى يزيد له السكر راه غيزيد له كميه ديال السكر على حسب الذوق. وهالوصفه ديالنا مروب الحوت من بعد ما كملناه قدمناه على هذه الطريقه في القصعه، بحال الطريقه ديال الكسكسو، غير هو في الاخير تنحطوا داك الفلفله حاره ودوك الطريفات الحامض، كيجي رائع. طريقه ديال الاكل ديالو كنعصروا الحامض على هذه الطريقه وتنبداو ناكلو، كيزيدوا واحد اللذه لا توصف. وفي الاخير كنشربوا هذا المشروب المنعش. نتمنى الوصفه تروقكم وتجربوها، وتكتبوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم، وانا اكيده انكم غادي تشكروا هاد الوصفه بزاف عاد. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله مع شهيوات كنزه اوتا، والسلام عليكم.